وجد رجلك عليه كان رسول الله يقبله. فقد ارتقت مرتقا صعبا عظيما طالما قبله رسول الله. اخواني يا مؤمنين يا موالين، عرفت ليش رسول الله يقبل صدر الحسين؟ عرفت رسول الله ليش يقبل نحر الحسين؟ اما صدره فموطئان للخيول، واما نحره فموضع السيوف. فلم يبال اللعين عند ذلك. قال له الامام الحسين: روحي وارواح العالمين يا شمر، هل لك في شفاعة جدي رسول الله؟ شوف رحمة الحسين. قال: يا حسين، لا لا، قد أنق من جائزة يزيد أحب إلي من شفاعة جدك رسول الله. ثم قبض على شيبة الحسين. أيوة سيدا، أيوة حسينا، أيوة غريبة، ارفع صوتك، أيوة غريبة، أيوة مظلومة. أخذ يضرب الحسين بالسيف على وجهه. كلما كان يضربه نادى الحسين: ومحمدا بمظلومية الحسين، بمقام الحسين عند الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا كل سوء وبلاء. اللهم احفظ علماءنا العاملين. اللهم سدد وعيد حماة الدين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين. اللهم اشفي مرضى لا سيما المعنين. اللهم عجل على ظهور صاحب العصر والزمان واجعلنا من بين يديه من المستشهدين. اللهم ثبتنا على ولاية الإمام أمير المؤمنين. إخواني كلكم بصوت واحد صاحب الثأر الإمام صاحب العصر والزمان، جعل الله سبحانه وتعالى من المدركين والطالبين بتأليف عبد الله الإمام الحسين تحت سيفه. اللهم يكون لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا وأعمال الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس، وبلغ اللهم أرواح المؤمنين والمؤمنات. والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على